متعوده على نوع نمط واحد. معين طبعا طبعا حتى تغيير اللعيبه برضه بيبقى نفس الفكره. لا ده انا عايز اجي لك بقى في الحته دي واقف عليها. بس انت كابتن الفريق صح؟ تمام. لما بتعمل ويك اب كل الصبح للعيبه وتصحي اللعيب لعيب، ما احنا كنا كل اللعيبه عارفين لو اي واحد يعني مش بروح اصحيهم يعني لا كده بيصحى اللعيب اتاخر بتاع ما لا بالظبط اه طبعا يعني مش هتصحيهم. انت بتقول ريسبشن ريسبشن يصحيه. تمام. طب انت لو حد قال لك الو في التليفون بتعرف ده مين ولا من كلمه الو؟ اه طبعا. طب وكده طب قول الو كده. الو الو مين ده؟ ما تقولش ده باجيو. باجيو باجيو انت عرفته على طول كده؟ شفت بقى كابتن فرقه مسيطر كده باجيو. ايوه شفت شفت يعني يا عمرو طبعا. وباجيو وباجيو كمان عنده الالو دي معروفه جدا. معروف شفت في وسط مليون هتتعرف. لا بس بس اي الو موت يا باجيو. ما شاء الله باجيو يعني ده انت واضح ده انت واضح انت اللي مسيطر يا ابني. شوف مزاجك والله. الف مبروك يا حبيبي منورنا عمرو الاليوبي طبعا نجم الفريق. مبروك يا ابو حسن. الف مبروك مليون مبروك على حاجتين بقى العقيقه يا عم اللي ما عزمتناش عليها ابو حسن ولا ابو حسن وكمان عشان الكاس. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. يعني حسن وشه حلو عليك. الحمد لله الحمد لله. اول بطوله حسن اهو الحمد لله. تمام. طب بيلعب مركز ايه يا عم؟ نعم بتلعبوا مركز ايه دلوقتي؟ لا لسه بدري عليه قوي ده. لسه مين هيطلع قصير هيطلع قصير يلعب وينج زي بكره هيطلع يعني هنشوف لسه هنشوف لسه بس المهم حسن يكون بيقول الو زيك. نعم اتمنى ان هو ما يكونش بيقول الو زي لا لازم لا لا ده انا مش عايز يخش في الحته دي خالص خالص. طب هو محمد عبد الرئيس بيقول لي مش عايز يقول الو زيك. ايه يا عم في انت ما شاء الله يعني واضح ان الو دي مميزه جدا. لا هي مش الو بس في حاجات كثيره مميزه بس كمان الصوره كمان. بقول لك يا عمرو انت ما شاء الله يعني دفاعا يعني اللهم صل على النبي عليك وحش وتد في الملعب. فقول لي يعني احنا عندنا الدفاع احنا الحمد لله من اقوى الفرق في المنطقه كلها يمكن في افريقيا وبندافع والدفاع بيبقى برجولك يعني شديده جدا. قول لي احنا ناقصنا ايه في الدفاع؟ ناقصنا نعمل ايه تاني؟ يعني هل انت شايف ان احنا وصلنا للتوب كده ولا محتاجين حاجه تانيه نعملها في الدفاع؟ لا بص يعني مستحيل نوصل للتوب اللي هو يعني ده صعبه جدا الكلام ده. بس احنا بنحاول على قد ما نقدر الاخطاء بتاعتنا ما تتكررش. وبعد كل ماتش بنتفرج على نفسنا وبنشوف اخطائنا ايه بحيث ما نكررهاش الماتش اللي بعديه. تمام. فهو وطبعا بيبقى في اتفاقات مثلا حد هيطلع حد هيغطي يعني على حسب طبعا كل ماتش وكل منافس. فهو الموضوع كله كمان يعني زي في اتصال بيننا وبين بعض في الملعب. وانتوا يعني في لعيبه ما بتحبش تتفرج على نفسها يا عمرو يعني ايه؟ يعني في لعيب بيقول لك انا ايه انا يا عم انا لعبت ماتش المدربين يقولوا لي انا عملت ايه؟ انت بتحب تتفرج على نفسك؟ اه طبعا. لا هو اي لعيب في اي مركز لازم يتفرج على نفسه. صح عشان يتعلم. صح ده كلام مظبوط. لان هو لحد من اول ما يبدا لحد ما يبطل هو لازم يقدر يتعلم لانه ما فيش حد ما بيغلطش. صحيح. مهما كانت خبرته ومهما كان سنه وكل حاجه فموضوع الفرجه يعني على النفس ده حاجه مهمه جدا مثلا. طب قول لي انت توقعت ان سبورتنج تخرج من البطوله بامانه كده يا عمرو؟ لا طبعا. يعني طبعا كانت مفاجاه كبيره جدا طبعا. كانت مفاجاه صح خاصه ان سهلت علينا المشوار بكتير طبعا. صحيح يعني يعني بس مش 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 غريبه. طب يعني ليه ممكن تفتكر ان هم خسروا يا عمرو؟ لا مش غريبه هي بص يعني مش سبورتنج حتى اي فرقه عامه مش تحترم المنافس مهما كان كبير او صغير لا هيخسر. احنا حصلت معانا قبل كده مره خسرنا من مينوك كاميروني يعني من حوالي من يعني 2009 او 2010 خسرنا من مينوك كاميروني في دور الثمانيه وطلعنا بره البطوله. وفي مره لعبنا اكسترا تايم مع فريق في الجابون برده ما كانش قوي ولعبنا اكسترا تايم. والموضوع هو الموضوع كله انت ازاي بتعد نفسك للفريق مش صحيح. فكره قوه الفريق المنافس او ضعفه قد ما فكره انت تركيزك نفسه بقى عامل ازاي ده المهم. بس اقول لك على حاجه عمرو انتوا بعد الماتش هليوبوليس وسبورتنج لما حصل وان هم خرجوا طبعا ما كناش نتمنى ده اكيد لانه ما فرق مصريه ولكن لما حصل ده انا حسيت ان انتوا بتنزلوا على الفرق يعني بتغلوا يعني بحس يعني حسيت ان انتوا بتنزلوا لا احنا هنلعب كان ده ماتش نهائي. طبعا ده درس يعني صحيح. هو مش بيحصل بيك عشان تتعلمه هو برده ما بيحصل في فريق منافس وفريق قوي جدا وكان مدعم بلعيبه محترمه جدا فطبعا ده درس كبير كمان لينا. صحيح صحيح. فبالتالي احنا كنا نزلنا يعني سواء دور الثمانيه او السيمي فاينل او الفاينل احنا من اول 10 دقائق شبه بنخلص الماتش. صحيح هو ده اللي كان بيحصل فعلا برافو. وطبعا مع الاستفاده كمان بانك بتلعب في ملعبك وجمهورك كل الكلام ده بيفرق طبعا في الكلام ده كله. صحيح. وبنبارك لك المرتين يا عمور الف مبروك طبعا على حسن
قدوم حسن. ربنا ربنا يبارك لك يا عمر. وطبعا والف مبروك على البطوله، ومستنيين منكم الكتير ان شاء الله عمرو باذن الله. شكرا. طبعا جزيلا. طبعا ده لسه يعني مجرد كاس الكؤوس، مجرد هو بدايه لينا، لسه احنا لسه السيزون عندنا دوري وكاس. صحيح، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. كاس الكؤوس هو مجرد بس بدايه ان شاء الله للي بعد كده ان شاء الله. طب عمرو قول لي، لو عايز تقول لعبد الوارث كلمه على الهوا تقول له ايه؟ لا انا عبد، لا مفيش حاجه في دماغي بتاع عبد الوارث، انا بقول له حاجات كتير قوي فمش هتيجي حاجه. طب 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 عمر، عمر هتقول له ايه؟ لا بيكو هو بس يعني يبقى نشيط شويه بس. بلاش انت. عمرو بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا، وربنا يوفقك ويكون بارك لك قريب على كل يعني البطولات. عامل القليوبي نجم الفريق طبعا، باجيو الروح حلوه بصراحه يا ابو وارث. لا اصل باجيو كان زميل غرفه كمان. اه يعني انت